هنا شيخنا سؤال الأخ خالد، يقول أنه مقيم من 9 سنوات في المملكة، ولظروف لإخوتنا في سوريا وعدم استطاعته أن يذهب هناك، حتى يقول لو ذهبت قد يعني أفقد عملي. الآن يقول أنا فترة هذه 9 سنوات هل علي شيء أن انقطعت عنهم مع أني متواصل معهم بالاتصال، وكذلك أقوم بإعالتهم وإعالة عوائل أخرى غير عائلتي؟ الحمد لله. أولا بالنسبة لأولاده ليس عليه، هو على كل حال الآن يبحث عن الرزق، والله سبحانه وتعالى هيأ له الرزق، وهو في الواقع يقوم بنفقة أولاده ويرسل لهم نفقاتهم. بقينا في الزوجة، فالزوجة نفسها إذا كان له زوجة فكونها جالسة 9 سنوات وفي عصمته، إن كانت راضية فلا شيء عليه، وإن كانت غير راضية فينبغي أن تخير بين إما أن يذهب إليها في السنة مرة أو في السنة مرتين أو نحو ذلك بحيث يرضيها، وإن كانت غير راضية فعلى كل حال يعرض عليها الفراق بينه وبينها. أما أن يترك هذه المدة على سبيل العدوان عليها هذا لا يجوز له ذلك، بل على كل حال يخيرها. إن اختارت وقالت والله أنا راضية أنك تقوم على كل حال التكسب لأولادك وأنا منهم وهم أولادي، يمكن يكون أولادها بعد كذلك، فعلى كل حال فلا بأس. وأما إن طلبت لا حقها مع زوجها فلها الحق في ذلك، وهو يعاملها بين أمرين، إما أن تصبر وإلا أن يذهب إليها وإلا أن يطلقها.